كما حصل من عثمان رضي الله تعالى عنه في الأذان أذان الجمعة الأول، فعبد الله بن عمر يسميه بدعة الأذان الأول الجمعة، ولكن ليس هناك من يجرؤ على تسمية عثمان أو على قول القول بأن عثمان مبتدع رضي الله تعالى عنه. عندي سؤال، من صاحبه؟ هل يقول أنا؟ أي نعم، والمسجلات أمانكم، فمن يقول أنا؟ البطل سيقول أنا، أبو عبد الرحمن، ما في أحد يقول أنا. نعم، فإن قال قائل أنتم تقولون ما فعله عثمان ليس بسنة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، فما جوابنا على ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة الخلفاء الراشدين، نعم، ولم يقل سنة واحد منهم. وعلى هذا فلو قال سنة الخلفاء الراشدين وأخذنا بقول واحد منهم ما أخذنا سنة. وأبو محمد بن حزم يرجح هذا الحديث ويقول لو أردنا أن نأخذ بقول واحد وندع قول آخر في مسألة ما، لو أخذنا بقول واحد وتركنا قول آخر في مسألة ما يعني كنا أخطأنا الحق، لكن نأخذ ما وافق الدليل من أقوالهم جميعا. طيب، أجبت وأصبت، جزاك الله خيرا. نعم.